قالوا لنا عندنا حديث يعارض آية، عندنا حديث يعارض آية، عندنا حديث يعارض آية، حديث يعارض آية. الجواب نعم، وهي أن تمني الموت قد حرمه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به، ولا يدعو به قبل أن يأتيه، فإما محسنا فلعله أن يزداد، أو مسيئا فلعله أن يستعتب. فإذا تمني الموت محرم عندنا، ولا نعلم في ذلك نزاعا بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، لكن عندنا آية تعارض هذا، وهي أن مريم رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما حصل لها ما جرى من الولادة بلا زوج خافت خوفا عظيما من هذه المسألة ومن الفضيحة بين يدي قومها، فقالت يا ليتني مت، يا ليتني مت، نزل بها ضر فقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فالقرآن ينص على جواز تمني الموت، يا ليتني مت قبل هذا، والسنة تقول لا يتمنين أحدكم الموت، لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. كيف هذا؟ حديث يقول لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به، وآية لما تدل على أنه لما نزل الضر بمريم رضي الله عنها تمنت الموت. فهل نتمناه ولا ما نتمناه؟ هل نتمناه ولا ما نتمناه؟ تصورتم الإشكال؟ ما في إشكال، ما في إشكال أبدا، ما في إشكال، ولله الحمد والمنة. الأمر واضح، وضوح الشمس في رابعة النهار، وذلك لأن الضر الذي ينزل على الإنسان لا يخلو من حالتين، إما أن يكون ضرا دنيويا محضا، وإما أن يكون ضرا دينيا محضا. فالشيء الذي يضرك إما أن يكون ضرره في دنياك، وإما أن يكون ضرره في دينك، إما أن يكون ضرره في دنياك، وإما أن يكون ضرره في دينك، وهذا واضح. فأحيانا يصيبنا ضر لكنه يضر شيئا من دنيانا، من نقص أموال، من مرض، من وجع، من موت قريب أو حبيب، هذا ضر دنيوي. وأحيانا يصيبنا ضر ديني، أن يخاف الإنسان على إيمانه من الفتنة، أن يخاف الإنسان على توحيده من دعاة الشرك، أن يخاف الإنسان على أخلاقه من الفساد ونحو ذلك. فإذا الضر ينقسم إلى قسمين، ضر في أمر ديني وضر في أمر دنيوي، وعليك التقسيم، عليك التقسيم. الحديث يدل على حرمة تمني الموت في الضر الدنيوي، لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به في أمر دنياه. فإذا نزل بك ضر في أمر دنياك فلا يجوز لك أن تتمنى الموت. توك شاري سيارة وأصابك حادث تقول يا ليتني مت قبل ذا الحادث، لا لا، لأن هذا ضر دنيوي، لا يحل لأحد أن يتمنى الموت بسبب ضر دنيوي نزل به. خسرت في تجارتك فقلت يا ليتني مت قبل أن أرى وأعيش هذه الخسارة، نقول لا، أخطأت، لأن الخسارة أمر دنيوي، لا يجوز لأحد أن يتمنى من الله أن يميته لضر دنيوي نزل به. أصابك مرض فتململت وثقلت أيامه وطالت لحظاته وقلت يا ربي يا ليتني أموت وأرتاح، نقول لا، فإن إصابتك بالمرض أمر دنيوي، عليك بالصبر واحتساب الأجر. إنسان فقير راح يدور الدراهم، طق أبواب الأغنياء ما حد انعطاه، فجلس، الولد جايع، والمؤجر جاي بأجار، والفواتير تبي سداد، ومخباب فاضي. قال تدري يا رب اقبض روحي وريحني يا رب، لا 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 لا،
استعذ بالله من الشيطان الرجيم. انتبه انتبه، كذا لا، كذا خطأ، كذا خطأ، لأن هذه الأضرار أضرار دنيوية، الدنيا تعوض، لكن لا تتمنى الموت. لا، أنت مؤمن وبقائك في هذه الحياة ترى خير لك، حتى مع الضر الدنيوي، حتى والله ضر دنيوي، لكنك تبقى وتؤخر ساعة عشان تسبح فيها وتستغفر فيها وتتوب إلى الله فيها وتصلي صلاة فيها ويعني تحوقل فيها، ترجع إلى الله عز وجل، تحيي ليلة من الليالي فيها، تصوم يوم، والله عمر المؤمن كله خير، إياك أن تهدر هذا العمر الذي. لكن ينبغي للإنسان أن يتسلح بسلاح الصبر، أن يتسلح بسلاح الصبر وسلاح الرضا بالقضاء وسلاح التوكل والعزيمة وعدم الاستسلام وعدم اليأس. لكن إذا نزل عليك ضر ديني وخفت على دينك من الضياع، خفت على جوهرة توحيدك وإيمانك أن يسرقها اللصوص ولا يد لك أن تدافع عنها، فحينئذ يجوز لك أن ترفع يديك تقول يا ربي اقبضني غير مفتون، يا ربي اقبضني على الإيمان غير مفتون، أرجوك يا رب أنا أخشى من أن أبتلى في ديني، لأن الإنسان قد تنزل به مصيبة دينية يخشى معها أن يفقد دينه، يخشى معها أن يفقد إيمانه، يخشى معها أن يفقد توحيده، يخشى معها أن يفقد صبره، فحينئذ يجوز له أن يتمنى الموت في هذه الحالة. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، وقوله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يمر الرجل على قبر الرجل فيتمرغ عليه يقول يا ليتني مكانك وليس به شيء، يعني ما في رجال صحيح ما عنده شيء، وش المشكلة طيب ليش يتمنى الموت يا رسول الله؟ قال ليس به إلا الدين، يخاف على دينه، يتمرغ على القبر يقول يا ليتني في مكانك، يا ليتني ميت معك في مكانك. لما؟ لعظم الفتن التي يخاف على دينه منها في آخر الزمان. نسأل الله لا ندرك هذا الزمان، نسأل الله لا ندرك آخر الزمان. يتمرغ الرجل على قبر الرجل، يروح للمقبرة يفحس بسبدة على القبر يقول يا ليتني أموت، ليتني أموت. لما؟ شو اللي جاك؟ خايف على ديني من هالفتن، خايف على ديني من الشبهات، خايف على إيماني من الشهوات. الشهوات انتشرت في الشوارع وفي المدن وفي الحواري، حيثما قلبت طرفك وجدت فتنة، والإنسان مؤمن ويخاف على جوهر التوحيد وإيمانه يروح للمقبرة يتمرغ على القبر يقول يا ليتك يا رب تقبض روحي وتريحني. الله يا الله يا الله ترحمنا يا رب يا الله. الحمد لله نحن لا نزال في خير، ترى لا نزال في خير، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا خاصة في هذه البلاد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. ولا ندعي الكمال المطلق لله عز وجل، لكن في هذه البلاد اللهم لك الحمد. والله لو خرجت قليلا وقلبت طرفك في كثير من البلاد لوجدت الفتن التي يجوز لك أن تتمنى الموت معه، لكننا نحن في هذه البلاد ولا الحمد لا نزال في خير، وفي دين وفي توحيد وفي إيمان وفي طلب علم وفي اجتماع على خير وفي حجاب وفي ستر وفي أمن وفي أمان وفي طمأنينة وفي راحة. نسأل الله يثبتنا ويثبت علماءنا وحكامنا وملوكنا على الخير يا رب. قولوا آمين يا جماعة، قولوا آمين. نسأل الله أن يثبتنا على الخير. يتمرغ الرجل على في المقبرة يتمرغ على القبور يقول يا ليتني معكم. فإذا خلاصة الكلام عشان ما أطول عليكم، أن الحديث الذي يقول لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به يقصد الضر الدنيوي. وأما قول مريم رضي الله عنها يا ليتني مت قبل هذا هو الضر الديني، لأنها جاءت بولد من غير زوج، فما الذي سيقوله الناس وهم أعداء لها ويحسدونها على هذه المنزلة العظيمة التي أنزلها الله عز وجل؟ ما الذي سيقولونه لها؟ سيقولون لها يا 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 يا، والإنسان يفتن في دينه، فقالت يا رب أنا ما أبي أنفتن في ديني، اقبض روحي، ليتني مت قبل هذا. فإذا الضر الذي من أجله تمنت الموت ليس ضرا دنيويا، وإنما ضر ديني، ضر ديني، خافت على دينها، خافت على عرضها أن يتهم بالسوء، فقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وقد سئل بعض العلماء إن فيما لو خطفت امرأة وأكرهت على الزنا فهل يجوز لها أن تتمنى الموت قبل الوقوع بها؟ الجواب نعم، لأنها تريد أن تموت حتى لا ينتهك عرضها.
فإذا تمنيها للموت لضر ديني نزل بها. لا يجوز أن تقتل نفسها لا، لكنها تدعو الله عز وجل تقول ربي اقبض روحي قبل أن ينتهك عرضي، ربي اقبض روحي قبل أن ينتهك عرضي، ولعل الله يرحمها ويستجيب لها وتموت قبل أن ينتهك عرضها. الله يرحمنا برحمته يا رب. فالخلاصة أنه ليس هناك تعارض بين الحديث وبين الآية، فإن الحديث يتكلم عن تحريم تمني الموت في الضر الدنيوي، والآية تجيز تمني الموت في الضر الديني، وعلى ذلك قوله في الحديث وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، فاقبضني إليك غير مفتون.